اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في الليمو ماج، برنامجكم العقاري الاسبوعي على نسمه جديده. في كل مره نحاولوا نرافقوا الكليون ولا الكليونت نتاعنا في رحله البحث نتاعو على البيان اللي يحب يشريه يكريه، والا ينجم يكون ان بيان يحب يبيعو. انت زاده تنجم تكون موجود معنا في الليمو ماج ابارتيغ دو مومون اللي تتصل بينا على 31 364 ألف، وتكون انت ضيفنا اللي لوجوا لك ان شاء الله على البيان اللي تلوج عليه كيما تحب عليه انت بالضبط. ما تنساوش اللي فما بيان ينجم يكتب للكليون اللي يشارك معنا في حلقتنا، بقيه لي بيان يقعدوا افوتغ ديسبوزيسيون كي تتصلوا بينا على 31 364 ألف. مغامره في كل حلقه ورحله بحث على بيان اللي تنجموا تشاركونا فيها، وتنجموا من خلالها تكتسبوا الثقافة العقارية اللازمة باش اون فوا جات الفرصة وكنت في موقع متاع مش تشري بيان وإلا مش تكري وإلا زادة مش تبيع ان بيان يبدأ عندك جميع المعلومات اللازمة. اليوم تنجموا تفهموا اللي نحن موجودين في المستير ورانا قد فما قصر سقانس المستير متاع الزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه. دونك الخدمة مش تكون اليوم على جونس تكنو كازا سقانس المستير، وقايد تو كالعادة باش نمشيو نتعرفوا على بطل حلقتنا لليوم، ضيفنا او ضيفتنا، هذا الكل نكتشفوه قدام لاجونس تكنو كازا سقانس المستير. موجودين قدام لاجونس تكنو كازا سخانس المستير، سي المومون دو رونكونتر، المومون اللي استنستو في كل مره نتعرفوا فيه على ضيفنا او ضيفتنا بالاحرى في حلقه اليوم اللي هي مدام خلود. مرحبا مدام خلود. عايشك، عاشك الله وفيك. بنت المستير انت؟ الحقيقه لا، اما عندي برشا في مستير. عندك برشا في مستير، كان تعرف عليك اكثر. خلود جيران دو لا سوسيتي بارا مستير، نسكن في مستير دايور كاري على تكنو كازا. واضح. وحبيت نفهم الحكايه نتاع حلقه اليوم على خاطر لا كليونت هي مدام شيراز صديقتك. مدام شيراز صاحبتي. ما تعيشش في المستير؟ صحيح، هي ما تعيشش في المستير، اون فيت كلفتني، هي تجي كل صيف كلفتني انه السنه تحب تاخذ ان ابارتمون اس بلس 2 تولي تكري في طول العام، وكي تجي في الصيف تبروفيتي انه هي تسكن فيه، وماذا بها ديما يكون في الفاليز. دونك هكاك يكون ان بيان كوم ايتون ان انفستيسمون، دونك تكريه او كور دو لاني وفي الصيف تستعمله باش تجي تصيف فيه ان شاء الله. بالضبط بالضبط، هذاك هو اللي باش يصير. دونك المهم هذه ملقاة على عاتقك، كل ما يتعلق بالتفاصيل نتاع البيان هذايا وشنو تحب فيه بالضبط مدام شيراز باش نشوفوه مع كورديناتريس تكنو كازا سقانس المستير. تفضل مدام خلود. مرحبا. اليوم موجودين في الاجونس تكنو كازا المستير سقانس، ومامونكم مدام خلود قاعده تعطي في ليزانفورماسيون نيسيسير على الروكيت نتاع مدام شيراز ونيفو دو لا كورديناتريس نتاع الاجونس تكنو كازا المستير سقانس. احنا كالعاده لقيت هذا اون بروفيت باش تكون عندنا جلسه عمل مع الشيف داجونس نتاع الاجونس تكنو كازا المستير سقانس باسم العجيمي. مرحبا بك ومرحبا بينا بحذاك. وبيك امين، مرحبا بك بحذانا، مرحبا بالكيب الكل. دونك معلومه هامه جدا نحب نعاون بها الساده المشاهدين، انا فيدي دخلت بعضي، انا جيت المستير برشا مرات وصورت مع لي زاجونس تكنو كازا، دونك اللي فهمته انهم مقسمين لي زون، بما انه خدمت مع المستير العقبه، خدمت في قصر هلال، كومون سا سباس الريبارتيسيون تاع لي زون؟ باهي، نحن توا اون سو مومون في مستير فيل اوني 3 زاجونس بيانتو 4، دونك العقبه، مونستير لا فاليز، وسقانس، وتخي بيانتو سنتر فيل. Voilà. Donc hors ville, on a Ksarahlil, Sahlin, donc Khnis la nouveauté, donc très bientôt inchallah. Donc le كل في كل 7 4 موجودين في المنستير المدينه وثلاثه في ضواحيها. Exactement. Voilà.
كي نحكيو على لاجونس تكنو كازا سقانس المستير عندنا زون نبداو بون بالزون نتاعنا ابارتيغ من القصر الرئيسي لحبيب بورقيبه بيان سور هذاك البلوز امبورتون عندنا دونك نبداو اكشوالمون من الزون من لاجونس نتاعنا حتى لاخر زون توريستيك دونك تعمل سقانس بالمي زون توريستيك اي اون بلوس عندنا ليكستنسيون جديده نتاع المستير هي سيتي نزهه دونك لي تيران وكل شيء موجودين هذيك. اول سؤال يتبادر الى الذهن هو سوم المتر المربع. بون سوم المتر المربع ماهوش كيف كيف بارابور يتبدل بالقرب من البحر اكزاكت من قرب البحر لي زون توريستيك كل شيء دونك باغ اكزومبل في الكوتي هذي سقانس اللي يقولوا لها سقانس بالمي سقانس بالمي يكون في المتر كاري انتر 1300 و 1500 تيران دونك كوتي نزهه سا ديبون داخل بلان داميناجمون موجود اسكو عنده بيرمي دو باتي ولا سا ديبون يتبدل من 1700 من 600 لحد يوصل حتى 1000 دينار في زون توريستيك دونك سي اون زون جديده فيها الريزيدونسيات جدد الكبار دونك لي ابارتمون موجودين لي ابارتمون لي فيلا لي تيران دونك لي فيلا ما نجمش نعطيك اكزاكتومون لي بري مي المتر كاري موجود بين 1200 1300 1400 في النيفو هذاك. فما حاجه اخرى لاحظتها اللي فما اون سارتان توندونس تو اللي العباد تاخو دي بيان باش تستغلهم توت اولون دو لاني يونيفرسيتير للكري ويجيو هما في الصيف يصيفوا فيهم دونك براتيكمون زاد حسب ما فهمت شويه من الروكيت نتاع اليوم اوني دون اون سيتياسيون سامبلابل. بيان سور هي مسير الكل ديجا presque femme femme 30% mais les biens voilà plus que 30% destinés pour la location si estivale ou les connus les étudiants quand les facultés majeures font ville école donc par exemple Skanes à côté nous allions en face des facultés donc majeures les appartements pour la location et en plus parmi les femme un pourcentage qui bira mais les chéris fait mestier c'est destiné pour l'investissement voilà il y a juste confessif pour la pour les vacances ou là pour l'année scolaire il crée pour les étudiants qui vont prendre tenti ou mais dimanche on est rentable allez je regarde les prix de location surtout Skanes ou la zone touristique t'as la choix à centre ville ou à l'Agba ou à la Colchay merci d'y avoir été merci beaucoup c'était un plaisir مرحبا. Bon courage bonne continuation merci عايشك نشوفك مرة أخرى merci عايشك كلي merci مرحبا بك بحضنا في اجونس تكنو كازا سقانس قلت كيفاش نجم نعاونوك عايشك اون فيت انا جايه مكلفه مهمه لصاحبتي شيرا تسكن برا لو جلها في اس بلس 1 الى اس بلس 2 زون سقانس فاليز بالمي ماذا بيا تكون حاجه بون ستاندينغ دونك بور هابيتاسيون ولا انفستيسمون انفستيسمون باش تولي تكريها في au cours de l'année في الصيف تجي هي تبروفيتي فيها داك فماش دي كريتير معينين تحبهم يكونوا وي ماذا بينا تكون فما بلاس باركينغ هذه اول حاجه ماذا بينا سوسول زاده داك قداش محضرين بودجي اس بلس 1 زون 250 اي كاين اس بلس 2 300 دونك نطلعوا 300 نطلعوا 300 داك كيفاش مدام الموديليتي دو بايمون البيمون باش يكون تو كونتون ان شاء الله داكور دونك احنا نحطوا لي زانفورماسيون نيسيسير في السيستيم تاعنا وان شاء الله نكلموك بور لي فيزيت عايشك عايشك سلامة روكيت اليوم في الليمو ماك تتمثل في كون مدام خلود تلوج لصديقتها مدام شيراز على ان اس بلس 1 والا اس بلس 2 في سقانس المستير والبودجي بين 250 و 350 الف دينار وباش يخدم على روكيت اليوم من لاجونس تكنو كازا سقانس المستير كل من نجاح الغيلوشي كونسيير اون ايموبيليي عمرها 28 سنة عاملة فورماسيون اجون ديسكال وعندها 9 شهور خبرة في الايموبيليي مع تكنو كازا ومعها احمد الحيدوري كونسيير اون ايموبيليي عمره 40 سنة عنده ليسونس اون دووا بريفي و 3 شهور خبرة مع تكنو كازا في الايموبيليي ومعاهم الزوز زادة أسماء الجمدي كونسيير اون ايموبيليي عمرها 26 سنة عندها ليسونس ابليكي اون فرونسي ادمينستراسيون اي جيستيون وعام وشهرين خبرة في الايموبيليي مع تكنو كازا تلمينا معاهم الكل تحت إشراف الشيف داجونس تكنو كازا سقانس المستير باسم العجيمي ومدتهم الكورديناتريس عفرة الميعادي بتفاصيل الروكيت متاع اليوم ومعاملين عليهم ثلاثة إن شاء الله باش يلقاو لنا البيان اللي لوجوا عليه مع نهاية حلقة اليوم
أول فيزيت في حلقة اليوم باش تكون مع الكونسيير اون ايموبيليي نجاح الغيلوشي من لاجونس تكنو كازا سقانس المستير، واللي حضرت لنا انيس بلس 2 في 80 متر مربع في ريزيدونس موجودة في محيط القصر الرئاسي لحبيب بورقيبة. خلينا نكتشفوه مع بعضنا. احنا اليوم موجودين في المستير سقانس، بالتحديد في البالي بريزيدونسييل. حبيت قبل ما نعملو فيزيت نعطيكم فكره على البري 2 متر كاري في الكوتي ريزيدونس، سي فاري اونتر 2000 و 2500. تفضلوا معايا نعملو فيزيت. مرحبا بكم. دونك احنا موجودين اليوم في لابارتمون اس بلس 1 اللي اختارناه المدام شيراز. نعطيكم فكره، دونك سي ان ابارتمون دي سوبرفيسي 80 متر كاري في الثوازيام ايتاج و سو 260000 دينار. دونك احنا تو موجودين في صالون فيها 24 متر مربع اللي تنجم تهزمها صالون و صاله مونجي، فيها شباك كبير يعطي في سور مير. تو نمشي نشوف الكوجينة. الكوجينة متاعنا فيها بلوزيوغ زيليمون، فيها زادا سيشوار. توا كملنا من بارتي جور، نتعداو لبارتي نوي. احنا توا موجودين كيما قاعدين نشوفوا في البيت نتاعنا اللي فيها 14 متر كاري، فيها زادا بلاكار وفيها شباك كبير يعطي في سور مير. باش نبداو نشوفوا صال دو بان. صال دو بان تاعنا واسعة، نلقاو فيها لافما، نلقاو فيها تواليت وكابين دو دوش. احنا خارجين نلقاو ان اوتر بلاكار في الكولوار. لابارتمون اي ايكيبي بالكليماتيزاسيون اي شوفاج سنترال. كان هذا لابارتمون اللي اختارناه المدام شيراز، ان شاء الله يعجبها. C'est un S plus 1 في 80 متر مربع موجود في الطابق الثالث متاع ريزيدونس موجودة في محيط القصر الرئاسي لحبيب بورقيبة في سقانس المستير وسومو 260 ألف دينار. ثاني فيزيت في حلقة اليوم باش تكون مع الكونسيير اون ايموبيلي أحمد الحيدوري، واللي اقترح ان S plus 2 في 90 متر مربع في سقانس النخيل. مرحبا بكم اليوم في مستير في منطقة سقانس النخيل باش نشوفوا لهنا الابارتمون تاعنا الاس بلس 2. دونك نحكي لكم شويه على سقانس بالمي. دونك لو متر كاري لهنا فاري اونتر 2300 دينار، منطقه قريبه للبحر، منطقه كالم. دونك اجيو شوفوا معنا الابارتمون، نشوفوا التفاصيل نتاعو داخل. تفضلوا معنا. دونك احنا توا في وسط لابارتمون، سي ان اس بلس 2 90 متر كاري في الدوزيام ايتاج وسومو 320 الف دينار. دونك كيما شفتوا لونتري تعطي ديريكتومون على الصالون اللي فيه 16 متر كاري، فيه بي فيتري تعطي على البالكون افيك فيو ديريكت على البحر. Thank you.
كوزين نتاعنا اللي انديبوندونت كيما تشوفوا فيها بلاكي اوتي فور لي رونجمون بلاص الفريجيدير. ونجيو نشوفوا مع بعضنا توا الباتي نوي نتاع لابارتمون نتاعنا. دونك الشومبر نتاعنا الاولى فيها 12 متر كاري افيك دريسينغ افيك بي في تري يعطي على بالكون او افيك بيان سور كليماتيزاسيون. نجي نشوفوا الشومبر الثانية في الباتي نوي نتاعنا. دونك الشومبر الثانية نتاعنا كيما الشومبر اللي شفناها 12 متر كاري فيها الكليماتيزاسيون والشوفاج سنترال. توا نشوفوا مع بعضنا السال دو بان في الابارتمون نتاعنا. دونك الصال دو بان تاعنا فيها كابين دو دوش افيك ايريسيون ناتوريل. هكا نكونوا كملنا الفيزيت نتاعنا على ابارتمون اللي اخترناه المدام شيراز. حبيت نقول لكم اللي فيه باركينغ سوسول وان شاء الله يعجبها الابارتمون. C'est un S+2 في 90 متر مربع في الطبق الثاني تاع ريزيدونس موجودة في سقانس النخيل عنده فيو مزيانة سور مير ومعاه بلاس دو باركينغ في السوسول سومو 320 ألف دينار. ثالث وآخر فيزيت في حلقة اليوم باش تكون مع الكونسيير اون ايموبيلي أسماء القمدي واللي تقترح ان S+2 في 92 متر مربع. كالعادة خلينا نكتشفوه مع بعضنا. مرحبا بكم في سقانس. دونك اليوم باش نشوفوا بورتمان في ريزيدونس المحمودي. ريزيدونس لهنا R+2 والبورتمان اللي باش نشوفوه S+2. دونك قبل ما نشوفوا البورتمان حبيت نحكي لكم على التيرانات لهنا الاسوام. دونك عندنا الاسوام اونتر 1200 1500 سا ديبون من لومبلاسمون تاعو قريب للي روي برينسيبال والا لي سينون لي متر كاري في الباتي نحكيوا على 2 ملايين و800 حتى 3 ملايين. توا نمشيو نشوفوا البورتمان. دونك مرحبا بكم. حنا توا في البورتمان اللي اخترناه المدام شيراز. البورتمان نتاعنا S+2 في البروميير ايتاج. السوبرفيسي نتاعو 92 متر كاري. السوم 310 دينار. دونك احنا توا في الصالون فيها 25 متر كاري فيها بي فيتري طلع على البالكون. دونك احنا توا في الكوزينه. كوزينه ايكيبي بار بلاك او اوتو فور فيها دي زيليمون دو رانجمون وكيف كيف فيها ان سيشوار للماشين ا لافي. دونك توا باش نمشيو مع بعضنا نشوفو البارتي نوي.
دونك احنا توا في الشامبر الاولى فيها 13 متر كاري وفيها بالكون. نتعداو نشوفو الشامبر الثاني. دونك احنا توا في الشامبر الثانية فيها 15 متر كاري وفيها دريسين. نمشيو نشوفو مع بعضنا السال دو بان. دونك احنا توا في السال دو بان فيها بنوار و ايغاسيون ناتوريل. البورتمان نتاعنا دونك كيفي باغ شوفاج كليماتيزور، فيها زادا بلاس باركينغ في السوسول، فيها 19 متر كاري. هذا البورتمان اللي اختارناه المدام شيراز، ان شاء الله يعجبها. سي ان اس بلس 2 في 92 متر مربع موجود في الطابق الاول نتاع ريزيدونس موجوده في سقانس النخيل، معاه بلاس دو باركينغ في السوسول وسومو 310000 دينار. عسلامة ومرحبا بكم في مينوت كونساي تكنو كازا. في الحلقة متاع اليوم حبيت نحكي لكم على رخصة البن لوتوريزاسيون دو باتير. هو سي ان دوكيومون اوفيسيال لازم يتحصل عليه كل شخص عنده ان تيران يحب يبدا مشروع البناء، ولا عنده ان باتيمون اكزيستان يحب يبدلو سا فوكاسيون يكبر والا يزيد ان ايتاج. شنو هما لي كونديسيون؟ اول حاجه لازمك تكون بروبريتير للبارسيل اللي باش تبنيها. ثاني حاجه لازم تكون لا بارسيل في بارتي دان لوتيسمون ابروفي وتكون سا فوكاسيون كونفورم للبلان داميناجمون دو لا زون. ثالث حاجة تحضر لو دوسيي نتاعك اللي باش تقدمو بار لا سويت للسيرفيس تكنيك نتاع البلدية. لو دوسيي يتكون أول حاجة من مطلب اون سامبل دوموند تتعمل لرئيس البلدية، فيه بيان سور لادريس الاسم الموضوع ويكون مصحح، فما زادا ان فورمولير لازمك تعمرو. ثاني حاجة شهادة ملكية لازمها تكون ريسونت كوبي اوريجينال وما فاتش من تاريخ استخراجها 3 شهور. شهادة البراء اللي تكون انت مخلص معاليم البلدية اللي هي الزبلة والخروبة. رابع حاجة ديكلاراسيون دامبو سور لي روفنو. خامس حاجة لو بلان دو لوفي توبوغرافيك يكون عاملو ان جيومتر. سادس حاجة ان بلان دو كونستركسيون يكون عاملو ان اركيتكت مهندس معماري اتابلي اون 3 اكزومبلير مينيموم، يكون فيه ان بلان دو ماس ان بلان دو سيتواسيون ان رولفي اكزاكت دي ديفيرون نيفو ان بلان دي كوتي اي فاساد ou un relevé des structures. Une fois que tu as le dossier MTAC, le délai maximal pour t'obtenir la rخصة بني هي 21 يوم qui يبدأ le dossier MTAC complet et ينجم يوصل 45 يوم qui يبدأ le plan d'aménagement de la zone en cours d'élaboration ou de révision وينجم يوصل من 60 ل 90 يوم qui تبدأ la parcelle à 200 mètres mais les sites culturels, naturels ou à la historique. رخصة البني تقعد صالحة لمدة 3 سنين وتنجم تتجدد باغ اون سامبل دوموند كان ما فماش دي موديفيكاسيون صاروا في البلان. وبالنسبة للي ترافو دو رينوفاسيون ولا أي حاجة تحب تبدلها على الانتيريور كيما باغ اكزومبل تبدل كارلاج، تعمل ايتونشيتي، تبدل سانيتير ولا انستالاسيون، ما يستحقوش لرخصة بني. والأكثر معلومات تنجم تتوجه لأقرب أجونس تكنو كازا موجودة بحذاك في الكارتيي ولا تكلمنا على الرقم 31 364. مرحبا بكم من جديد في الليموماك في حلقه اليوم، موجودين في لاجونس تكنو كازا المستير سقانس. جات بحضنا مدام خلود، مرحبا بك مره اخرى مدام خلود، ترجع بحضنا بعد ما عملت لي فيزيت. فوالا
ترجع بحضنا. بما ان هي مكلفه بمهمه من طرف مدام شيراز صديقتها اللي ما تعيش في تونس، تحب تاخو انا ابارتمون في المستير تستغلو توتولون دو لاني يونيفرسيتير تكري لي ستوديون، وفي الصيف تستغلو هي باش تصيف فيه ان شاء الله. دونك 3 فيزيت اسوري بار 3 كونسيير. نعاودو نذكرو بهم السادة المشاهدين، لا بروميير فيزيت كانت مع الكونسيير نجاح قيلوشي، c'était un S plus 1 في 3ème étage d'une résidence موجودة في القصر الرئيسي وما أدراك، وكواحد يسكن وين كان يسكن زعيم بورقيبة، في 80 متر مربع وسومو 260 ألف دينار. كانت هذه لا بروميير فيزيت. لا دوزيام فيزيت أسوري باغ لو كونسيي أحمد حيدوري، نحكيو على ان S plus 2 موجود في 2ème étage نتاع اون ريزيدونس موجودة في سقانس النخيل، فيه 90 متر مربع افيك بلاس دو باركينغ وسومو 320 ألف دينار. La troisième visite, elle est dernière, assurée par Asma Gomdi, S plus 2, au premier étage d'une résidence, Moujouda Fisrans Nakhil Z, qui est 92 mètres Mouraba, avec une place de parking, où sont 310 dinars. Donc, c'est un tenti la technique visite 360 degrés, qui est offerte sur le site Technocaz, où vous êtes en mouchawara, vous avez le téléphone, donc, il y a un bien. اللي فلاشيتو عليه وقلتو هذاك هو. هما لي تروا بيان عجبوها على الاخر، عملنا لي فيزيت وهو هو محلاهم. نفهم حاجه برك تو، اسكو فما اون ديسيزيون بريز بور المومون اللي نستناوها هي تهبط تزيد تشوفهم فوالا تشوفهم هي معناها تاخذ قرارها تتبروبوزي تبدا موجوده. اما كلهم عجبوها. سمعت لي هي تجي دون دو تخوا سمان. وي. دونك لا ديسيزيون ني با اونكور بريز. هذاك علاش لي تخوا بيان يقعدوا على ذمتكم كي تتصلوا بينا على 31 364000 نجموا يكتبوا لكم ايميلات. دونك فوزافي تخوا بيان ا فوتر ديسبوزيسيون تتفرجوا فيهم في فقره على ذمتكم. مدام خلود يعطيك الصحه. عايشك ميرسي الله فيك. ميرسي وسلمنا على مدام شيراز وان شاء الله يا ربي يكتب لها ان بيان باغمي لي تخوا بيان اللي شفتهم اليوم ان شاء الله.